حلقة جديدة اليوم من حلقات مفتش أبو جلمبو. أبو جلمبو كان رايح يشتري فوانيس وكم زينة علشان شهر رمضان المبارك من عند أشرف فانوس. أشرف فانوس قال: أنت جيت في وقتك، أكبر فانوس في المحل أنسرق وكان في تحويشة العمر، وطبعا شكيت بالثلاثة اللي كانوا موجودين يشتروا حاجات رمضان. هم قدامك كلهم، إسلام كمبيوتر، وهذا مهووس بالنت، وحمد كاميرا، وهذا كان عنده استوديو تصوير. أما الثالث هذا اسمه إبراهيم عزوز، وهذا صاحب محل عصير. ولما سأل أبو جلمبو إبراهيم عزوز قال: فانوس إيش يا أبو فانوس أنت وياه؟ بعدين من هو ذا الغبي اللي بحط فلوسه كلها فانوس؟ وحمد كاميرا قال: شوف يا جلمبو، حمد عمره ما يسرق، بس تعال هنا أشتي أخذ لك صورة فنانة بالمرة. وإسلام كمبيوتر قال: إيش هذا الكلام يا شيخ؟ أنا أسرق فانوس؟ هو أنا فاضي ورايا شغل يا شيخ على النت. المفتش أبو جلمبو: أقول قحسة مني كفشته، أنتوا كفشتوه؟ أنا عرفته، وإنت يا أشرف فانوس عرفته؟ أيوة أنا عرفته كمان. ولو أنتوا عرفتوا مين من الثلاثة سرق هذا الفانوس؟ 1 إبراهيم عزوز، 2 إسلام كمبيوتر، 3 حمد كاميرا. أرسل رسالة نصية على زين 74622 STC 847700 موبايلي 640660.